الخطوة التالية في دراسة الويفز هي دراسة ظاهرة الانترفيرنس أو التداخل. الانترفيرنس معناه ببساطة إنه في اتنين ويفز قابلوا بعض، وإيه هي النتيجة؟ هو ده السؤال. اللي بيحدد نتيجة الانترفيرنس هو إنه لو ما الموجتين قابلوا بعض، هل قابلوا بعض وكان شكل الويف دي وشكل الويف دي تقريبا متماثل؟ يعني ايه؟ يعني لو افترضنا دي الويف الاولانيه، نفترض ان احنا نعبر عنها بمعادله واي واحد equals a كوزين اوميجا تي ناقص كي اكس، وهنفترض ان في ويف تانية قابلتها والاثنين ماشيين على محور اكس برضو. الويف التانية لو شبه الويف الاولانية من حيث الشكل، يعني عامله برضو حاجة شبه كده اهو، النتيجة النهائية هتبقى المجموع، وهحصل على ويف اكبر جدا من اي منهما، وده بنسميه constructive interference. بس رياضيا ده بيحصل ازاي؟ علشان ده يحصل لازم اللي يخلي الكوزينتين دول يجمعوا على بعض هو انه اللي جواهم اللي هو الثيتات او الفيزز تبقى يا اما متساوية يا اما في ما بينهم فرق عبارة عن even multiple of pi، مضاعفات زوجية من pi. يعني لو سمينا البتاعة دي ليها ثيتا واحد ودي ثيتا اتنين، فثيتا واحد ناقص ثيتا اتنين يساوي موجب او سالب even multiples of pi، مضاعفات زوجية من pi. يعني مثلا لو قلت زاوية مثلا 30 درجة، فهنا هتلاقي كوزين 30 والتانية كوزين 30 زائد 360، كوزين 30 زائد 360 هي كوزين 30، وساعتها هيبقى القيمتين دول شبه بعض، فلما تيجي تجمعهم على بعض يطلعوا مجموع وليس طرح. فده اللي اسمه constructive interference. اللي بيحدد الانترفيرنس هل هو constructive او لا زي ما قلنا فرق الثيتات، اللي بيعتمد على الاوميجا هنا والتي والكي والاكس، وهنا برضو الاوميجا والتي والكي والاكس، ويعتمد على اشياء اخرى كمان بتحدد الثيتا. طب امتى الانترفيرنس يكون destructive او الاتنين يحطموا بعض؟ الاتنين يبقوا destructive لو كان مثلا واحدة فيهم شكلها كده هو، والتانية لما قابلتها كان شكلها الشقلباز، فنتيجة التداخل ده يبقى تداخل هدام، الاتنين يكسروا بعض. ده بيحصل لما يكون فرق الثيتات ثيتا واحد ناقص ثيتا اتنين بتساوي odd multiples، يعني مضاعفات فردية من باي. يعني انت لو حبيت تجمع كوزين 30 بلس كوزين 30 بلس 180 جوه، يعني 210 زاوية 210، هتلاقي الكوزين دي والكوزين دي بينهم إشارة سالب والمجموع يطلع صفر، فده اسمه destructive interference، تداخل هدام. ايه بقى اللي يحدد لي الثيتات الأوميجا والتي والكي والإكس؟ في أغلب الأحوال احنا هنتعامل مع موجتين جايين من نفس المصدر، بمعنى ان هما ليهم نفس الفريكوانسي او التردد اوميجا، وان الاتنين خارجين من مصدر، المصدر ده اشتغل، التايم تي بيمثل امتى المصدر او السورس ده اشتغل، يعني مثلا في التجربة بتاعت الحبل امتى ابتدى الفايبريشن، السورس اشتغل امتى. اللي بيحدد بقى الكي والاكس هو حاجات تانية ملهاش دعوة قوي بالمصدر بالسورس. الاكس هو الباث اللي مشيته الموجة دي والاكس بتاع الموجة التانية لحد ما تقابلوا، التاريخ بتاعهم هل هم مشوا مسافات قد بعض ولا مختلفة. والكي هو 2 باي على لامدا، واللامدا مش بالضرورة تكون للموجتين بتساوي بعض حتى لو كانوا الاتنين من نفس المصدر، هنعرف ليه دلوقتي. يعني الكي حتى لو كانوا الموجتين خارجين من نفس السورس مش بالضرورة يكون ليهم نفس اللامدا، لكن بالضرورة هيكون ليهم نفس الاوميجا. طيب ايه بقى اللي يحدد الحاجات دي؟ نفترض مثلا ان انا عندي ويف بتاعت لايت او ضوء ماشي في وسط، احنا بنميز الوسط في الضوء بحاجه اسمها معامل انكسار ريفراكتيف اندكس ان،
يمثل النسبة ما بين speed of light in vacuum، سرعة الضوء في الفراغ، إلى سرعة الضوء في الميديم ده. يعني مثلا لو بنتكلم عن جلاس هنلاقي إنه ال n بتاعته بتساوي 1.5، وده معناه إن سرعة الضوء في الفراغ بالنسبة لسرعة الضوء في الإزاز نسبتها 1.5، أو بمعنى آخر إنه سرعة الضوء في الإزاز هي تلتين سرعة الضوء في الهواء أو في الفراغ. الهواء يعتبر ميديم خفيف جدا، الكثافة بتاعته قليلة زيه زي تقريبا الفاكيوم، والسرعة هي تقريبا سي. مثال آخر إن مثلا المية ال n بتاعها بيساوي 1.33، وده معناه إنه سرعة الضوء في المية بتساوي تقريبا 3/4 سرعة الضوء في الفاكيوم. إزاي بيخش معامل الانكسار في تحديد الكي مثلا؟ دلوقتي أنا عارف إنه السرعة سي بتاعة الموجة بالنسبة للسرعة في بتاعة الموجة هي نسبة، أنا عارف إن سرعة الموجة given by أوميجا أوفر كي، ولو الموجتين خارجين من نفس السورس يبقى الاتنين ليهم نفس الأوميجا definitely. ويمكن اللي يأكد ده وجهة نظر الكوانتم ميكانيكس أو المودرن فيزيكس، الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة تنظر إلى الفريكونسي أو التردد على إن هو مقياس للطاقة التي يحملها الفوتون. الطاقة اللي بيحملها الفوتون بيساوي اتش في اف، ولو الموجات خارجة من نفس المصدر بيبقى ليها نفس الطاقة نفس الفريكوانسي. ولو حصل ان الموجة عدت من ميديم لميديم، يعني كانت في الهواء وراحت لإزاز مثلا، كمية الطاقة اللي شايلها ما بتتغيرش، يعني الأوميجا بالتالي هتبقى ثابتة. وده معناه انه كي هي اللي اكيد هتتغير عشان المعادلة دي تبقى صحيحة، لان الأوميجا هتروح مع الأوميجا. طيب الكي في حالة الفراغ أو الهواء هنسميها كي نود، وكي في أي ميديم تاني هتظل بنفس الرمز كي. بمعنى آخر إنه إن بيساوي كي على كي نود، أو بيساوي 2 باي على لامدا مقسومة على 2 باي على لامدا نود. لامدا نود هيبقى الويف لينكس أو طول الموج بتاع الموجة في الهواء أو في الفراغ. وده معناه انه لامدا نوت على لامدا بتساوي ان، او انه لامدا بتساوي لامدا نوت على ان. يعني لما الضوء بينتشر في وسط اتقل من الهواء الطول الموج بتاعه بيقصر. يعني لو كانت الموجة شكلها كده هو واي مع اكس في الهواء، لما تخش وسط زي الازاز هيبقى منظرها كده هو، الطول الموج بتاعها هيقصر. وبالتالي يدخل الـ refractive index في حالة لو احنا بندرس ويف بتاعة هواء، سوري ويف بتاعة ضوء، يدخل في تحديد قيمة الكي، وبالتالي في تحديد قيمة الفيز بتاع الموجة، وبالتالي في تحديد إذا ما كانت الموجة دي لما تقابل موجة تانية هيحصل constructive interference ولا destructive interference ولا حاجة in between. هو لو الثيتا والثيتا بينهم فرق ما هواش لا كده هو ولا كده هو، هيبقى الانترفيرنس حاجه بين الاثنين، لا هو تحطيم كامل destructive interference كامل ولا constructive كامل، هيبقى النتيجه حاجه اصغر من الكونستراكتيف واكبر من الديستراكتيف كامبليتيود. يعني ايه كمان بيخش في تحديد الفيز؟ حاجه تانية بتخش في تحديد الفيز هو الصدمات اللي بتاخدها او الريفليكشنز اللي بتحصل للويف وهي ماشيه. واحسن مثال على كده هو مثال الحبل والمسمار. لو كان عندي موجه بيحصلها بروباجيشن ثرو سترينج، انت عندك سترينج وربطه في النهايه بمسمار، هنا اهو في مسمار، فالموجه وهي بتعمل لها بروباجيشن بالمنظر ده احنا بنعبر عنها بالمعادله مثلا y equals a cosine omega t ناقص kx. ده كلام سليم. بالمناسبة قبل ما نشوف اللي بيحصل لما الموجة تخبط المسمار، هو في convention لطيف هنا في تعريف الموجة من حيث اتجاه الانتشار، propagation direction. لو انا عندي اوميجا تي ناقص كي اكس او عندي سالب اوميجا تي زائد كي اكس، دول جوه الكوزاين زي بعض. يعني لو كان اوميجا تي ناقص كي اكس بيطلع مثلا 30 degrees، نيجاتيف اوميجا تي بلس كي اكس يطلع بلس 30 degrees، وبالتالي الاتنين دول جوه الكوزاين هيدوني نفس النتيجة.
دول مع بعض بيدوني ويف رايحة في الاتجاه البوزيتيف اكس دايركشن او بوزيتيف اكس اكسس، بيحصل لها بروباجيشن في اتجاه اكس رايحة كده اهو. مثلا لو انا في المعادلة كنت كاتب اوميجا تي بلس كي اكس، او كتبت نيجاتيف اوميجا تي نيجاتيف كي اكس، ده معناه ان الاتنين دول برضو شبه بعض جوه الكوزاين، ولكن بيشيروا فيزيائيا الى ان الموجة ماشية في اتجاه نيجاتيف اكس اكسس. في كتب بتمشي بالمنظر ده وفي كتب بتمشي بالعكس، تقول لك ان الاوميجا تي ناقص كي اكس او سالب اوميجا تي زائد كي اكس ده بيمشي اكس دايركشن نيجاتيف، وان اوميجا تي زائد كي اكس والنيجاتيف اوميجا تي نيجاتيف كي اكس بتمشي في اتجاه اكس البوزيتيف. عادة الكتب اللي بتمشي باللي انا رسمه ده هو الشكل ده، دي الكتب غالبا اللي اصلها engineering convention، كاتبها مهندسين او ناس بيشتغلوا في هندسة، واللي بيمشي عكس كده عادة بيبقى ناس ماشيين مع نظام الساينس او scientists او من كلية علوم. بس في جميع الاحوال الكونفنشن ده والكونفنشن ده الاتنين صح، والاتنين بيؤدوا الى نفس النتيجة في النهاية اذا كنت انت هتتولى انك تحل مسألة بكونفنشن من دول، هتمسك الكونفنشن ده او الطريقة دي يعني وتمشي بيها في كل المسألة وتؤدي بيك الى نتيجة صحيحة. المهم انك ما تعملش ميكس من ده وده، يعني لو حبيت تمشي بين اللي فوق ده هو البوزيتيف دايركشن وان اللي تحت ده نيجاتيف دايركشن، خلاص خليك على كده طول المسألة، ويفضل انك تمشي كده بالكونفنشن بتاع الانجينيرينج. طيب يحصل ايه بقى لو الموجة دي ماشية وقابلت مسمار؟ قانون نيوتن التالت بيقول لنا التالي، ان لكل فعل رد فعل مساوي في القوة وماكس في الاتجاه. For every action there is a reaction equal in magnitude and opposite in direction. الويف دي بتحاول تزق الحبل ازاي؟ النقط بتاعت بتزق المسمار عفوا، النقط بتاعت الحبل دي بتتحرك لفوق لتحت فوق تحت فوق، فهي هنا كانت عايزة تحرك المسمار من مكانه زي ما هي نفسها نقط الحبل دي اتحركت. however المسمار ده fixed متثبت ويمثل very hard boundary، يعني حد نهائي ثابت، ما تقدرش الانرجي بتاعت الحبل تكمل بعد المسمار لان نقطة المسمار تبقى نقطة تثبيت، ما تقدرش الانرجي تتجاوزها. قانون نيوتن التالت بيقول لنا انه لكل فعل رد فعل ده معنى ايه؟ انه الحبل ده بيحاول يزق المسمار، فالمسمار هيرد على الحبل في الاتجاه المعاكس، بالظبط زي ما واحد يحاول يزق حيطة فالحيطة هترد عليه بالعكس. لما الحيطة ترد عليه بالعكس هو هيزق الحيطة فيروح راجع لورا. اهو الحبل ده حاول يسحب المسمار لفوق لكن المسمار هيرد الحبل بالعكس، عكس اللي كان بيعمله الحبل بالظبط. الحبل كان فيه انرجي بيحصلها بروباجيشن في اتجاه بوزيتيف اكس، لكن اللي هيحصل انها هتجري في اتجاه نيجاتيف اكس دلوقتي، هترد من المسمار وترجع زي الشخص اللي دخل في الحيط ورد لورا. وكمان الويف هنا كانت بتبص لفوق في النقطة دي، بص لفوق ده اتجاه الفايبريشنز او الاوسيليشنز، اللي هيحصل المسمار هيرد عليها رد معاكس كامل، فبالتالي يؤدي الى انه الفايبريشن يتشال. وده معناه ان انا ازاي اعبر عن الموجه الريفلكتد؟ الموجه الريفلكتد دي اولا راجعه، يعني ايه راجعه؟ يعني هيبقى الاشاره هنا اهو كده اوميجا تي زائد كي اكس زي المنظر ده اهو اللي هو الموجه الراجعه لورا، و الموجه دي عكس دي، فبالتالي لو كانت الاولانيه اسمها كوزاين الثانيه هيبقى اسمها سالب كوزاين. يعني في الاخر الموجه الريفلكتد انا اقدر اعبر عنها بان واي ريفلكتد بتساوي سالب اي كوزاين اوميجا تي زائد كي اكس. وممكن اخلص من السالب ده ان انا احط جوه الانجل باي، وبالتالي يبقى الموجه دي هعبر عنها بشكل رياضي ان الواي انسيدنت الموجه الساقطه اللي كانت نازله رايحه للمسمار لو كانت اي كوزاين اوميجا تي ناقص كي اكس، الموجه اللي راجعه هتبقى واي ريفلكتد بتساوي اي كوزاين اوميجا تي زائد كي اكس، ده يعبر عن انتشار او بروباجيشن في اتجاه اكس السالب، وزائد باي ده اللي هو بسبب كان في اشاره نيجاتيف هنا بس انا خلصت منها ان حطيت بدلها باي هنا. نخرج من الموضوع ده بالتالي، ان لو حصل انه ويف خبطت في هارد باوندري بتكتسب فيز اضافي اسمه باي، ده يتحط على الفيز بتاعها
وده هيبقى مهم لو انا عايز احدد اذا كان لما تقابل هذه الموجه موجه اخرى اذا كانت النتيجه كونستراكتيف او ديستركتيف انترفيرنس. طيب يحصل ايه لو الموجه قابلت سوفت باوندري؟ لو الموجه قابلت سوفت باوندري هيحصل ايه؟ لو كان عندي الحبل ماشي كده اهو وفي النهايه قابل حلقه مربوطه او يعني محطوطه حوالين بوست او عمود، الحلقه دي على عكس المسمار، الحلقه دي سوف لن تقاوم الحركه، بالعكس ده هي الحلقه دي هتكمل في الحركه، بمعنى ان الموجه اللي واصله هنا كان بودها انها تزق الحلقه دي لتحت، شايف الموج بصه لتحت هنا، فدي لما توصل للحلقه هي هتحب انها تزق الحلقه دي لتحت. كويس كده؟ هل الحلقه هتمانع؟ لا مش هتمانع، وبالتالي فمفيش فكره الفيس باي اللي هيحصل المره دي، الحلقه هتستجيب للموجه، الموجه لما تقول لها تطلع لفوق تطلع، تنزل لتحت تنزل، مش زي المسمار. الحاجه الوحيده اللي شبه المسمار انه برضو الباوندري ده يمثل نهايه الموجه، مفيش حبل بعد كده، فالموجه ما تقدرش تمشي في اتجاه الاكس، هي هتضطر انها ترجع في اتجاه عكس اكس حيث يوجد الميديم، حيث يوجد الحبل، السكه رايحه في اتجاه اكس دي مقفوله بسبب العمود، وبالتالي لو كانت الواي انسيدنت او الموجه الساقطه بنفس المعادله اللي فاتت هتبقى الواي ريفلكتد المره دي بتساوي اي كوزاين اوميجا تي زائد كي اكس، ده يمثل الموجه اللي راجع، بس مفيش المره دي اشاره سالب لان الموجه ما بتتشقلبش، الموجة بترجع بنفس المنظر اللي سقطت بيه، هتلاقيها راكبة على نفسها تاني. وبناء عليه هيحصل ايه؟ هيحصل انه مش هضيف فيس باي جوه لو كان الباوندري ده سوفت، وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب ممكن تدور على اشكال دي وهي بتتحرك تشوف فعلا عشان تقتنع يعني. يبقى خلاصة القول لو انا هدرس ويف بتمثل لايت وعندي انترفيرنس، يبقى انا لازم اخد في الاعتبار فرق الفيز اللي بيجي من فرق نتيجة اوميجا تي ونتيجة كي اكس ونتيجة اذا كان في السكة ريفليكشن حصل الموجة ده باي ولا لا. وقلنا انه غالبا هنتعامل مع موجتين خارجين من نفس المصدر، فالاوميجا والتي هيبقى مشتركين فمش هيأثروا في فرق الفيز، انا يهمني الفرق. الكي والاكس دول يعتمدوا على كي الميديم لانها بتساوي في النهايه 2 باي على لامدا، ولامدا طلعت ان لامدا نود على ان، فالريفراكتيف اندكس بتاع الميديم يفرق، والاكس اللي مشيته الموجه يفرق لحد ما تقابله. الباي بقى حسب اذا كان في باي ولا مفيش باي، ده حسب اللي حصل للموجه في السكه. كامثله للانترفيرنس ابسط مثال ويمكن بتدرس في المدرسه كتير اللي هو تجربه دبل سليت انترفيرنس او تجربة يانجز اكسبيرمنت او بيسموها يانجز دبل سليت انترفيرنس. في التجربة دي بيحصل الحاجات اللي احنا بنقولها، بيحصل ايه؟ يبقى عندك كومن سورس هنا لمبة بتطلع ضوء، وتحط سكرين او حائل في فتحتين، فالضوء اللي داخل لكل فتحه بيتحول من بعد الفتحه، يعني اي ضوء تاني بيتخبط في السكرين دي وبيرجع ما بيكملش لقدام، فالنقطتين المفتوحين في السكرين دول هما فقط اللي بيعدوا ضوء، ودول يعتبروا المصدرين الجداد. المصدرين الجداد دول اتخلقوا من مصدر واحد، يعني الموجه اللي جايه هنا واللي جايه هنا او الضوء اللي هنا وهنا ليهم نفس الاوميجا اكيد، وبالتالي اوميجا تي مش هتفرق معايا لما اجي احسب فرق الفيز ما بين الموجتين اللي هيحصل لهم انترفيرنس بعد كده. كل فتحه من دول بتطلع الضوء في جميع الاتجاهات بسبب ظاهره اسمها الدفراكشن او الحيود، هنتكلم عنها بعد الانترفيرنس. نفترض ان الموجات الخارجه الكتير من دي والكتير من دي، هيحصل ان فيهم شويه يقابلوا بعض على الحائل التاني او السكرين التاني، المسافه من هنا لحد هنا نسميها مثلا ال، والسنتر بتاع المنظر كله هنتصور انه هنا اهو، ونقول ده محور رأسي مثلا واي، ده هنا واي بيساوي صفر، المسافة ما بين الفتحتين هنقول انها مسافة دي
ولو ويف من هنا طلعت وصلت لحد هنا اهو، وويف تانية وصلت لحد هنا اهو، هيبقى دي مشيت مسافة اكس اكتر من اللي مشيتها المسافة دي اكس، ونسمي ده مثلا اكس واحد ونسمي ده اكس اتنين. وبالتالي هيبقى فرق الفيز ما بين الموجتين، اي موجة من دول ما حصلهاش في السكة اي ريفليكشن، ما خبطتش في حاجة، وبالتالي هيحصل ان الاتنين يعملوا انترفيرنس مع بعض. فرق الفيز ما بين الاتنين الاوميجا تي مش مؤثرة ومفيش باي في السكة، فهيبقى الفرق ما بينهم هي كي في اكس واحد ناقص اكس اتنين، والاتنين ليهم نفس الكي لان الاتنين ماشيين في الهواء مع بعض، فاتنين باي على لامدا نوت، الكي مشترك. فانت تيجي تدقق في المنظر بتاع فرق الاكسات، المنظر المشهور قوي انه لو الفتحة دي مطلعة ضوء كده اهو ودي مطلعة ضوء كده اهو، وانت بتنزل عمود من دي على دي باعتبار انك تقريبا تقول ان الخطين دول متوازيين، فهيبقى الفرق ما بين خطين متوازيين فرق المسافة انك تنزل عمود من واحد على التاني، وبعدين انت هنا عندك المسافة دي هتعرفها بدلالة الدي اللي هي المسافة ما بين الفتحتين، وزاوية الانحراف عن الاتجاه صفر واي بيساوي صفر، زاوية الانحراف دي هتبقى اسمها سيتا. فمن هندسة الشكل ببساطة كده تطلع ان ده دي ساين سيتا، ومن هنا تطلع العلاقة انه كي اللي هي بتساوي 2 باي على لامدا نود لان احنا شغالين في الهواء في المسافة دي ساين سيتا، ده هو فرق الفيز بتاعنا دلتا سيتا. والله بقى لو ده ساوي 2 ام باي يطلع نور، لو ساوي 2 ام بلس 1 باي يطلع ضلمة، وتقعد بقى تفك في الحاجات دي على مهلك زي ما انت عايز. ساين سيتا هنا هو المقابل على الوتر، ولانه المسافة ال دي مسافة كبيرة جدا، فالزاوية سيتا تبقى زاوية صغيرة، ونقدر نقول ان ساين سيتا بيساوي تان سيتا، وبالتالي نقدر نقول انه هذه المسافة كده اهو اتجاهات اهو دي اسمها سيتا، فنقدر نقول ان ساين سيتا تقريبا بيساوي تان سيتا اللي هو بيساوي الارتفاع ده اسمه واي مطرح ما شعاعين تابلو على المجاور ده او الادجيسنت ده واي على اي، وتحط ده في المعادلات اللي عندك اللي هنا، وتقعد بقى ايه تطلع الكونديشنز فين الواي اللي طلع حاجة constructive وفين الواي طلع حاجة destructive. لكن في الأهم من كده هو الانترفيرنس التاني المهم بتاعنا في تجربة نيوتن أو نيوتنز رينجز. في نيوتنز رينجز الويفز اللي هتتقابل في واحدة فيهم هتاخد في السكة خبطة والتانية هتاخد في السكة خبطة، وبالتالي لازم أضيف الفيز بتاع الخبطات دي أو الريفليكشنز. تعال نشوف اللي هيحصل. لو أنا عندي ضوء ماشي في وسط خفيف وخبط وسط تقيل، الويف اللي بترجع يعني لو كنا ماشيين من N1 ل N2 وكان N2 ده أكبر من N1، دي عاملة زي حالة الحبل والمسمار، ميديم خفيف اللي هو الحبل خبط في ميديم تقيل اللي هو المسمار، المسمار هيغلب الحبل ويمشي الموجة بالراجع لورا وكمان يقلب اتجاه الأوسيليشن، يعني يضيف لك فيس باي. يبقى في الضوء بالسيميلاريتي، وان كان الكلام ده ليه اثباتات نظريه برضه بس احنا بنعتمد على السيميلاريتي مع موجه الحبل للتسهيل، ولكن هذه الاشياء ليها اثباتات نظريه مفصله بتدرس في كورسات في ليفلز اعلى من كده. الموجه اللي راجعه دي هتاخد فيز اسمه باي، الموجه اللي بتعدي ما بتاخدش فيز اكسترا، ده لو قدرت تعدي. في الضوء عاده في شويه بيعدوا لانه الريفراكتيف اندكس كونتراست عمره ما بيبقى انفينيتي، يعني بيبقى في صحيح انه يعتبر ان في ميديم اتقل من ميديم بس ما هواش اتقل قوي 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 زي ما المسمار تقيل بالنسبه للحبل، فما هواش تيرمينيتنج يعني بيقدر شويه باور تعدي. الباور اللي بتعدي دي ما بتاخدش فيز اكسترا، بتعدي زي ما هي. لو حصل انه العكس، انا كنت ماشي في وسط ان واحد اكبر من ان اتنين ده اللي هو التقيل، خبطت في وسط خفيف، الموجه رايحه الموجه اللي راجعه، اللي راجعه دي مش هتاخد فيز، هتاخد زيرو، والموجه اللي هتعدي برضه هتاخد زيرو، مش فارقه في حاجه، الموجه اللي بتعدي في الحالتين بتاخد زيرو فيز. ناخد المعلومات دي ونطبقها في الاكسبيرمنت المشهوره قوي اللي عملها نيوتن وطلع حاجه اتسمت حلقات نيوتن. في الاكسبيرمنت اللي اسمها نيوتنز رينجز اللي بيحصل كالتالي، هنبص على السيت اب من بعيد هنلاقي ان المنظر ماشي كالتالي. انت عندك سورس او مصدر بتاع ضوء،
المصدر ده عبارة عن لمبة صوديوم بتطلع لون أصفر، الويف لينكس بتاعه في المنطقة الفيزيبل يعني ما بين 400 نانو و700 نانومتر. الضوء الأصفر ده هيطلع من اللمبة يعمل بروباجيشن، يتقدم للأمام ويقابل في السكة بتاعته حاجة اسمها كوليميتر. هو لأن هذا المصدر طبعا اللمبة دي لمبة بسيطة فبتطلع ضوء في جميع الاتجاهات متبعتر كده اهو، لكن اللي هيحصل انه نحط في السكة عدسة، العدسة دي إزاز يعني هوب تشتغل حاجة اسمها كوليميتر. الكوليميتر ده بياخد الأشعة من المتبعترة وينظمها يعني بتطلع كلها في دايركشن واحد. الفكرة دي فكرة بسيطة قوي، لو أنا فاهم عدسات أو فاهم لينسز أنا عارف إنه لو حطيت مصدر الضوء في الفوكس أو البؤرة بتاع عدسة الأشعة بتطلع من الناحية التانية متوازية، عكس انه الاشعه تيجي متوازيه وتخبط في عدسه وتنزل في الفوكس، دي عكس دي. فده اللي انا بستفيد منه هنا. الكوليميتر بقى بيطلع الاشعه متوازيه، وبعدين بنقابل حاجه سحريه كده اسمها البيم سبليتر. بيم سبليتر بيم سبليتر البيم سبليتر ده عباره عن شريحه سيمي ترانسبيرنت. يعني ايه سيمي ترانسبيرنت؟ يعني نصف شفافه، ما هيش شفافة 100% فالضوء يطلع منها من غير ما يتأثر بحاجة، وما هيش ميرور 100% بحيث انها تعكس كل الضوء اللي جاي لها، لا هي بيم سبليتر بمعنى ان شوية من الضوء اللي جاي لها هيحصل له ترانزميشن يعدي وده ما يهمنيش في حاجة، وشوية هيحصل له ريفليكشن ينزل لتحت. الشوية اللي هينزلوا لتحت هيقابلوا بلانو كونفكس لينز او عدسة محدبة، الجزء المحدب منها باصص لتحت وتحته في مراية من هنا في ميرور. بين العدسة دي اللي هي ازاز يعني ريفراكتيف اندكس ان بيساوي 1.5 يعني وسط تقيل، وبين المراية التانية اللي هي ريفراكتيف اندكس بيساوي 1.5 يعني وسط تقيل برضو، يوجد اير فيلم او غشاء رقيق من الهواء بسبب ان السطح ده محدب. اللي بيحصل بقى للضوء اللي بيمشي في العدسة، الضوء يمشي شوية من الضوء هيوصلوا للسطح السفلي من العدسة lower surface، يخبطوا شوية يحصل لهم reflection، شوية يعدوا في الهواء يكملوا يخبطوا في الميرور، وشوية يرجعوا ويرجعوا في نفس الدايركشن بتاع اللي سبقوهم ويحصل ما بين الاتنين interference أو تداخل. الأشعة اللي نازلة على العدسة هي أشعة رأسية أو vertical بسبب إنه البيم سبليتر ده كان عامل زاوية 45 درجة مع أي اتجاه horizontal أو vertical عامل 45 وخلاص، والأشعة اللي جاية له متوازية أفقية فبتخبط تنزل رأسي. الأشعة اللي بتنزل رأسي لما بتوصل للحرف السفلي من العدسة ما بتغيرش الدايركشن بتاعها كتير، لأن العدسة دي الراديوس بتاعها كبير قوي في التجربة عندنا في حدود 80 سنتيمتر. يعني لو بصيت العدسة على جنب كده هلاقي إن هي عبارة عن حتة من كورة الراديوس بتاعها تقريبا 80 سنتيمتر، وده معناه انه العدسة الكونفكس دي almost flat almost مفلطحة، بمعنى اخر انه التحدب بتاعها ضعيف جدا، وبالتالي فالانكسارات اللي بتحصل هنا ما بتغيرش كتير من مسار الضوء. يعني نقدر نعتبر ان الضوء ماشي vertical all the way through لحد ما يوصل للمر، ونهمل زوايا الانكسار اللي بيقول عليها قانون سنيل لانها هتطلع زوايا صغيرة جدا مش هتفرق كتير. الفكرة ان انا واقف فوق بتفرج، فوانا واقف فوق بتفرج في الميكروسكوب من هنا انا هشوف الاشعة اللي راجعة دي. الاشعة دي لما تطلع لفوق وتدخل في عينيا هشوف النتيجة بتاعت التداخل هل هو constructive او destructive. الانترفيرنس بيكون constructive او destructive حوالين العدسة من جميع الاتجاهات، يعني هيحصل انترفيرنس من الناحية اليمين ونفس الكلام من ناحية الشمال ونفس الكلام من قدام العدسة ونفس الكلام من ورا، وعلشان كده نتيجة الانترفيرنس بتؤدي إلى دوائر، لأن أنت بتلاقي انترفيرنس مثلا كونستراكتيف في جميع النواحي من العدسة عند يعني ارتفاع معين أو مكان معين من العدسة زي ما هنقول دلوقتي، فيؤدي إلى دائرة منورة. والانترفيرنس بيحصل حوالين العدسة من جميع الاتجاهات أيضا ديستراكتيف فيبقى في دائرة مظلمة وهكذا. طب ايه بقى اللي بيخلي الدوائر تطلع منوره او مظلمه؟ نبص على العدسه باكثر تفصيل.
لو انا جبت النظرة للعدسة بالمنظر ده، كبرتها شوية، طبعا انا ببالغ في السطح الكونفكس ده، زي ما قلنا هو المفروض ان السطح almost flat. المفروض انه العدسة دي هي حتة من كورة، الكورة دي ليها سنتر وهمي فوق في مكان ما هنا، والراديوس بتاعها هنسميه كابيتال ار. وهنقول انه لو انا مديت من السنتر برضو خط الى هذا المكان مثلا، برضو المسافة دي هيبقى اسمها ار. هنفترض ان الاشعة بتاعة الضوء حصل لها انترفيرنس في هذا المكان، يعني حصل انترفيرنس ما بين شعاعين ضوء، واحد نزل كده اهو، ادي ضوء عدى خبط في المراية اللي تحت، في شوية رجعوا من هنا اهو وشوية رجعوا من هنا اهو، وعملوا انترفيرنس مع بعض. طيب السؤال، الانترفيرنس ما بين الشعاعين اللي رجعوا، اللي رجع من السطح السفلي للعدسة واللي رجع من السطح العلوي للمراية من هنا، ايه اللي يخليه كونستراكتيف اون ديستراكتيف؟ اللي يخليه كونستراكتيف وديستراكتيف هو فرق الفيز ما بينهم. هو الموجتين اتخلقوا امتى؟ اتخلقوا لما الشعاع الاصلي اللي نازل فيرتيكلي ده خبط في السطح السفلي من العدسة، اللور سيرفيس، ساعتها حصل له سبليتنج، شوية كملوا لتحت وشوية رجعوا على طول. فالتاريخ بتاع الشعاع الاولاني والتاريخ بتاع الشعاع التاني يبتدوا من هذه النقطة. فتاريخيا كده تعال نسمي ده ري 1 ونسمي ده ري 2. ري 1 كل الفيز اللي يحمله في الحياة ان هو خبط السطح السفلي مع العدسة ورجع، فده كان ماشي في وسط تقيل اللي هو الازاز، وخبط في الانترفيس مع وسط خفيف اللي هو الهواء، فلما رجع ما كسبش فيز زيادة، الفيز الذي يحمله هو صفر. بينما صديقنا ري نمرة 2 عم مشي ازاي؟ مشي لتحت في الهواء مسافة تي ورجع، واحنا قلنا ان هنهمل الزوايا، فهو رجع تقريبا رأسي، انا بس مميله قوي كده عشان اشوفه، لكن حقيقة هو المفروض انه تقريبا رجع رأسي برضو لفوق، يعني مشي المسافة تي دي لفوق تاني. وايه كمان؟ وفي السكة خد له خبطة مع المراية، يعني كان ماشي في وسط خفيف خبط وسط تقيل، وهذا ادى الى زاوية او فيز باي. ماشي الحال، يبقى فرق الفيز ما بينهم دلتا ثيتا ما بينهم بتساوي واحد الفيز بتاعه صفر، والتاني فيز بتاعه واخد باي زائد كي اكس بتاعته، بقى كي اكس بتاعته اللي هي كام؟ كي في 2 تي، والكي بتاعته هو مشي في الهواء، يعني الكي بتاعته هي 2 باي على لامدا نوت، وبتضربها في 2 تي وتضيف باي وصفر راح، يبقى ده هو فرق الفيز ما بين الموجتين. والله بقى لو ده بيحقق شرط 2 ام باي تطلع دايرة منورة، لو ده بيحقق شرط 2 ام بلس 1 باي ده يطلع دايرة مظلمة. يبقى القصة بتعتمد في النهاية على التي، وممكن الانترفيرنس ده يحصل عند كذا تي، يعني ممكن يحصل ما بين شعاعين اتخلقوا هنا اهو، او شعاعين اتخلقوا هنا اهو، او شعاعين اتخلقوا هنا اهو. فحسب التي اللي حصل عندها او بسببها الانترفيرنس يختلف نتيجة الانترفيرنس. لو التي الصغننة الأولانية دي مثلا بتحقق كونستراكتيف انترفيرنس، التي اللي بعدها دي ممكن تحقق ديستراكتيف، اللي بعدها تحقق كونستراكتيف، ودينا ماشيين. طيب التي دي أنا معرفش أقيسها في الإكسبيرمنت، معرفش أغطس أنا تحت العدسة دي وأقيس الارتفاع تي، لكن أنا هجيبه في هندسة الشكل بدلالة حاجات أعرف أقيسها في الإكسبيرمنت. زي إيه؟ لو بصينا للجيومتري او هندسة الشكل بتاع الموضوع، ادي العدسة بتاعتنا، وبعدين ادي السنتر الوهمي ده radius، ونفترض ان ده التي اللي يهمنا مثلا، الارتفاع تي اللي يهمنا، ده كمان radius، سقط عمود هنا، يبقى الارتفاع ده تي زي الارتفاع ده تي، وبالتالي يبقى المسافة دي r ناقص تي، ويبقى ده الهايبوتنيوس بتاع مثلث الوتر، او الوتر الهايبوتنيوس بتاع مثلث قائم الزاويه، ده هيبقى نصف قطر الدايره اللي انت هتشوفها، نسميه سمول ار. انت هتشوف بقى دوائر منوره ومظلمه وانت باصص من فوق، يعني لو افترضنا انك هتبص من فوق تشوف هنا دايره مظلمه الاول، وهكذا بقى دوائر منوره ومظلمه. فمن هندسه الشكل عندنا ان الار تربيع بتساوي ار ناقص تي تربيع زائد الراديوس بتاع الدايره اللي انت شايفها، لما تفك التربيع ده هيبقى ار تربيع زائد تي تربيع ناقص 2 ار تي، الكلام ده كله زائد ار تربيع، بعد كده هيروح ده مع ده، ونظرا لان تي ده صغير قوي التربيع بتاعه هيبقى صغير قوي قوي قوي، ممكن نهمله. انت عارف لو مثلا عندك رقم زي 1 من 10 وعملت له سكوير يبقى 1 من 100، فيعني هيروح خالص. وبالتالي هيبقى عندي
انه الاتنين ار تي في الناحية بتساوي الار سكوير، يعني تي بتاعتنا بتساوي ار سكوير على 2 ار. وبالتالي لو رجعنا لفرق الفيز، احنا قلنا ان فرق الفيز بيساوي 2 باي على لامدا نوت مضروبة في 2 تي زائد باي، ده هيساوي 2 باي، ده يعني يساوي، خد الباي كومن فاكتور مثلا، يبقى عندي 4 على لامدا نوت مضروبة في التي، التي بيساوي ار سكوير على 2 كابيتال ار. الراديوس بتاع العدسة انا عارفه، والار الصغير ده نصف القطر بتاع السيركل اللي بشوفها المظلمة، يعني احنا في الاكسبيرمنت عن الدوائر المنورة عفوا. كل الكلام ده زائد 1 يساوي فرق الفيز بتاعنا. والله بقى لو عايزين شرط الدوائر المظلمة مثلا، تعال نشوف شرط الدوائر المظلمة. الدوائر المظلمة معناها ان ده بيساوي 2m بلس 1 باي destructive interference، الباي تروح مع الباي، وبعدين هتلاقي الواحد راح مع الواحد، وبالتالي هيبقى هنا برضو في ده مع ده باتنين، وهتلاقي برضو 2 راحت مع 2. فانت لما تصفي المعادلة دي هتلاقيها ترسى على r سكوير بتساوي m r لامدا نوت. وانت في الاكسبيرمنت بتجيب الار بتاعت كذا سيركل وتربعها وترسمها مع الاوردر ام، ويطلع لك شوية نقط، وترسم احسن خط يمثل هذه النقط، وهيعدي بنقطة الاصل اكيد، لان دي معادلة خط مستقيم واي بيساوي ده الاكس بتاعنا، وده السلوب الميل ام زائد سي، مفيش تقاطع مفيش واي انترسيبت، فبيجيب السلوب، والسلوب ده بيساوي ار لامدا نوت، ار جيفن طلع لامدا نوت. في هذه الاكسبيرمنت لو انت غيرت الميديم اللي تحت العدسة، نفترض ان بين العدسة وبين المراية ما بقاش هوا، لو بقى زيت مثلا او مية، لان اكبر من 1 في حاجات هتتغير. الجدع اللي جاي هنا اهو خد خبطة ورجع، نفترض ان هو خبط في مية، يبقى هو جاي من ريفراكتيف اندكس 1.5، خبط في ريفراكتيف اندكس 1.3، وبالتالي خبط من وسط تقيل في وسط خفيف، فبيرجع بياخد في الزيرو ما جراش حاجة زي ما هو. لكن اللي هيعدي هيمشي في المية ويخبط ويرجع، ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ انه كان ماشي في وسط خفيف خبط تقيل ورجع، وهياخد فيس باي برضو زي المرة اللي فاتت. الفرق بقى المرة دي عن يعني المرة اللي فاتت، ان المسافة تي اللي هي بتضيف فيز 2 تي مضروبة في كي، هتديني هنا كي بتساوي 2 باي ان على لامدا نود. المرة دي الان ما هياش بواحد، مش زي ما كان هوا. لو كان الوسط ده اتقل من الازاز، يعني اكبر من 1.5 كرفراكتيف اندكس، هتخلي بالك انه هنا الخبطة الاولانية دي هتجيب لك فيس باي، لان انت هتبقى ماشي في وسط ريلاتيفلي اخف اللي هو الازاز، تخبط وسط تقيل، وهنا دي مش هتجيب لك فيس باي التانية دي، لان تبقى وسط تقيل خبطت وسط اخف اللي هو الازاز، فهيظهر لك برضو فيس باي، بس المرة دي مش من ناحية الري ده هو، لكن من ناحية الري التاني. والانترفيرنس ده بيسميه ثين فيلم انترفيرنس، الثين فيلم او الغشاء الرقيق هو غشاء الهواء اللي موجود هنا تحت العدسة. ودي تجربة عملها نيوتن في يعني من تقريبا 300 400 سنة حاجة زي كده. وشكرا جزيلا.